السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم سمن أو رغيفات معمرين في الفران بواحد الحشوة مختلفة رائعة. كنتمنى تشاهدوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق الجميلة ديالكم اللي كتفرحني دائما. وإلا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد فضلا منكم وليس أمرا. أول حاجة غادي نبدأ هنايا غادي نشرمل الدجاج ديالي. خديت هنايا 400 غرام ديال الدجاج قطعته طريفات صغار. غنضيف عليه شوية ديال البزار وشوية ديال الملح يعني على حسب الذوق. غنضيف هنا معلقة صغيرة ديال التوابل ديال الدجاج، شوية ديال البودرة ديال الثوم يعني راس معلقة صغيرة، وواحد معلقة كبيرة ديال لاموطارد، ومعلقة كبيرة ديال الصلصه ديال الصوجا. من بعد غادي نضيف هاد المكون هذا اللي هو اليوغورت الطبيعي، كيعطي واحد الطروه يعني للدجاج، كيجينا الدجاج فتي وكيجي لذيذ وكيجي رطب يعني في الحشوه. من بعد غادي نضيف ان شاء الله شويه ديال اليازير. عندي هنايا طريق غنقطعو بالمقص، الا عندكم يعني الكارم ممكن تطحنوا هكا غير شويه بيدكم وتضيفوه للحشوه ديالكم او للدجاج ديالكم. صافي غادي نخلط المكونات كاملين مع الدجاج، وغادي نخليه ان شاء الله غنغطيه وغادي نخليه واحد ساعة ديال المكانة يعني بيد ما كيتشرب لينا مزيان بهاد التوابل اللي درنا فيه. غادي نغطيه وغادي نخليه جانبا. صافي غادي نمشي دابا نعجن ان شاء الله معكم العجينة. بالنسبة عندي للدقيق عندي 400 غرام ديال الدقيق ابيض، غادي نضيف عليه كاس ديال الدقيق ديال الفينو يكون عامر مزيان، لان الكاس ديال الدقيق ديال الفينو كيوزن اكثر من 100 غرام. فتقريبا يعني غادي نديرو واحد 520 غرام هكذايا ديال الدقيق، ممكن ديرو غير 500 غرام يعني القياس ديال نص كيلو في المجموع كامل. غنضيف راس معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه يعني كتعطينا واحد العجينه اللي كتكون حتى هي رطبه، ما كتكونش يعني ناشفه هكذايا. وغادي نضيف شويه ديال معلقه كبيره ديال الخل، الملح على حسب الذوق، وشويه ديال العسل، ممكن تعوضوا العسل بالسكر. صغادي نبدا نعجن العجينه ديالي بالماء يكون شي شويه دافي، يعني ممكن هاد العجينه ديروها في العجانه، انا عندي كميه قليله فكنفضل هكذايا نعجنها بيدي من الاحسن. صافي غادي نحاول غير ندلكها غير واحد شويه، ما غاديش ندلكها بزاف، ما تكونش العجينه قاصحه وما تكونش رطبه. احنا انا غادي نخليوها ترتاح معنا باش كتعجن راسها براسها. صافي من هذا هو القوام ديال العجينه. غادي ندير لها شي شويه ديال الزيت النباتيه وغادي نديرها في بلاستيكه وغادي نخليها ترتاح بيد ما نوجد يعني الحشوه نكمل عليها ان شاء الله. صافي هنايا خديت هنايا الماء غليته وضفت له واحد وريقه ديال الروند وشويه ديال الملح، وغادي ندير فيه واحد المرصو ديال الشعريه ديال الرز. صافي غادي نحيدها وغادي نخليها حتى كترطب مزيان وكنصفيها ونقطعها. غادي ناخذ واحد المقيله ندير فيها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نقطع جوج بصلات متوسطين او الا عندكم وحده كبيره ديروها، يعني ماشي مهم يعني البصله واخا تكون كثيره ماشي مشكل، يعني البصله كتكون مزيانه دائما في الحشوات. صافي غادي نخليها غير تنزل معنا واحد شويه، من بعد غنضيف ليها شويه ديال الملح وشويه ديال البودره ديال الثوم. الا ما عندكمش البودره ديال الثوم ممكن تضيفوا الثومه في الاول مع البصله ومع الزيت ملي كتكون يلا كتشحر في الاول. صافي غادي نخلط، من بعد غادي نضيف الدجاج ديالنا من بعد ما ارتاح وتشرب لينا مزيان. يعني هاد الحشوه هادي لذيذه بزاف، كيجي فيها واحد المذاق اللي هو مختلف يعني على الحشوات اللي كنشارك معكم دائما. يعني ما لابد هكايا نبداو يعني ننوعوا في الحشوات وننوعوا حتى في المذاقات، يعني نحيدوا شويه من ديك الفلفله والزيتون والربيع وهذا، يعني نحاولوا ندخلوا يعني بحال الاعشاب هكذايا بحال اليازير وورق الراند والزعتر هكذايا في الحشوات ديالنا راه كيجيو رائعين. صافي بالنسبه للشعريه من بعد ما صفيتها وقطعتها يعني كتجي هكايا الشعريه كنفرقها وكتجي يعني رطبه. صغادي نضيفها للحشوه ديالي وغادي نخلط مزيان حتى كتخلط لي المكونات كاملين مع بعضهم، وكت هذيك الشعريه كتاخذ ديال اللون ديال المكونات اللي درنا في الدجاج يعني الصوجا والتوابل ديال الدجاج. صافي غادي نخليها جانبا تبرد وغادي نرجع للعجينه ديالي من بعد ما كتكون تعجنات ليا مزيان.
غادي نشكل كويرات هكا غير قريصه ديال الصبع ديال هكا ديال اليد. بغيتو ديروهم كبارين ديروهم كبار، انا غنديرهم غير صغار من الاحسن. صافي كنقطع وكندهنهم بشي شويه ديال الزيت. غادي نستمر حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه للتوريق هنايا خديت 3 ديال المعالق ديال الدقيق ديال الفينو، غادي نضيف عليهم معلقه ديال النشا مايزينا، غندير معلقه ممسوحه. هذه هي الخلطه اللي غادي نورق بها ان شاء الله. غادي نخلطهم مع بعضهم مزيان، يعني راه كافيين 3 ديال المعالق هكذايا مسوحين ديال الدقيق ديال الفينو مع معلقه ديال النشا، يعني 4 ديال المعالق راه كافي لينا في التوريق. بالنسبه للزبده خديت 50 غرام ديال الزبده، القياس ديال جوج معالق كبار، ذوبتها مزيان حتى ما كيبقاش لينا فيها هذاك الماء. ضفت لها جوج معالق ديال الزيت وغادي نسر يعني بها غادي ندهنوا البسمن ديالنا. صافي غادي ناخذ اول وحده غادي نسرحها مزيان حتى كيبدا يبان لينا السطح ديال العمل. ضروري من هذه العمليه هذه باش كيجيكم البسمن ديالكم مورق، واخا درنا فيه الخميره راه كيجي مقرمش من برا وكيجي رطب من الداخل. يعني غير جربوهم راه اكيد غادي يعجبوكم، راه كيجي فيهم واحد المذاق اللي هو رائع. صافي ملي كنسرح كندهن بشويه ديال الزبده وكندير الدقيق ديال الفينو مع النشا وكنطويهم يعني مسمنات عاديين مربعين. غادي نعاود معكم وحده ان شاء الله، يعني الطريقه راه سهله وتقريبا كلشي كيعرفها، يعني الطريقه الكلاسيكيه العاديه. صغادي نسرح مزيان حتى كيبان لينا السطح ديال العمل، كندهن بشويه ديال الزبده والزيت وكندير الدقيق ديال الفينو مع النشا غير شويه، يعني واحد الرشه اللي هي خفيفه. صافي وكنطوي هكذايا على جوج، من بعد كنعاود ندهن بشويه الزبده وكنرش بالدقيق ديال الفينو وكنعاود نطويها على 4. صغادي نستمر ان شاء الله حتى غادي نكملهم كاملين. من بعد ما كملت يعني الحشوه ديالنا بردت تماما، غادي نبدا معكم باول وحده غادي نبسطها مزيان وغادي ندير شي شويه ديال الحشوه في الوسط، يعني قياس معلقه كبيره تكون عامره. المهم عينكم ميزانكم، غادي تقسموا الحشوه على حسب القياس ديال الرغيفات اللي عندكم. يعني انا هاد المكونات اللي درت رجعوني نيشان، يعني هاد الكيمياء جاتني نيشان. صافي كنبقى نطوي هكذايا، الطريقه راها باينه واضحه في الفيديو. كنحاولوا هكذايا ما نزيروش من على الحشوه. صافي وكنعاود نرد هاد الجانب هذا وغادي نقلبها باش ما تجيناش العجينه بزاف في هاد الجهه، كنعاود نديرها من التحت. يعني راه الطريقه واضحه، غادي نعاود معكم ان شاء الله وحده باش يعني باش تجيكم سهله وتعقلوا يعني حتى على الطريقه. صافي غادي نبسط وحده، نبسطها مزيان غادي ندير الحشوه هنايا في الوسط وغادي نعاود نطوي، يعني بحال كنصوب عاود مسمنه من جديد. كنعاود كنطوي هكذايا هذا الجانب، كنرد عليه الثاني، كنحاول نبسط مزيان. دائما نخلي قياس اصبع ما بين الحشوه وما بين البلاصه اللي غادي نطويو. صافي كنطوي هذه الجهه في الاول، من بعد كنقلبها كامله وكنرد الجهه، يعني باش ما تجيناش البلاصه فيها العجينه بزاف وتكون خاويه من الحشوه، يعني تجينا الحشوه في الوسط. يعني ما تخافوا الحشوه ما تخرج لكم ما والو. صغادي نستمر حتى غادي نكملهم، من بعد ما كملتهم هنايا كنديرهم في اللاطه، غادي ندخلهم للفرن يتشمعوا ليا غير واحد شويه وغادي نخرجهم. يعني الفرن راه مشعول من التحت ومن الفوق على 200 درجه وهو ديجا سخون مزيان. هنايا باش غادي ندهن الوجه ديال الرغيفات ديالي، غادي ناخذ بيضه كامله وشويه ديال الصلصه ديال الصوجا قياس واحد المعلقه صغيره، غنطربهم. من بعد ما غادي نخرج هنايا المسمن ديالي اولا الرغيفات ديالي من الفران، يعني نتوما كتشوفوهم ماشي طايبين غير مشمعين واحد شويه، وغادي نعاود ندهنهم مزيان بهاد الخلطه ديال البيض مع الصلصه ديال الصوجا، وغادي نعاود ندخلهم الفرن يتحمروا لينا مزيان. يعني ضروري كنشعلو من التحت ومن الفوق، كنديروا اللاطا في الوسط. ومنين دابا في هاد اللحظه منين غادي نعاود نرجعو من الفرن، راني غادي نقص على 200 درجه باش يطيبوا لينا على خاطرهم. صافي من بعد ما خرجتهم من الفرن كياخذوا لينا هاد اللون الذهبي وكيطيبوا من التحت ومن الفوق، يعني كيجيو رغيفات اللي هما رائعين بزاف، كيجيو مقرمشين من برا ورطبين من الداخل، لان راه حنا درنا فيهم الخميره ديال الخبز
يعني راه كتعطيهم واحد الطروه، خصوصا ديك الحشوه اللي فيها الازير ومنسمه يعني الشعريه بالوراق ديال الرندع، كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع، يعني حشوه مختلفه تماما. كنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، من التعاليق الجميله ديالكم اللي كتفرحني دائما. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، فضلا منكم وليس أمرا. شكرا لكم ومع السلامة.